جنوبي من المكان. أعلنت إحدى وكالات بيع العقارات الأمريكية عن طرحها منزلاً للبيع تم بناؤه في كهف وتم تجهيزه بجميع متطلبات المنزل. يتكون المنزل من 4 غرف نوم بالإضافة لشلال مياه ونظام تدفئة أرضي. كما يحتوي المنزل على مهبط للطائرات. وكان في السابق يتم تأجير المنزل بمبلغ يصل إلى $1200 في الليلة الواحدة. ويقع المنزل في ولاية أركانسو الأمريكية، حيث يصل سعره إلى 41 مليون دولار.